طبعا لا حديث يعلو عن حديث طبعا قرارات اتحاد الكوره او اللجنه الثلاثيه اللي بتدير اتحاد الكوره بايقاف محمد الشناوي 4 مباريات وغرامه 20,000 جنيه، لما بدر منه من خروجه عن النص في مباراه النادي الاهلي والبنك الاهلي. خليني في البدايه عشان نخش في القضيه دي، من اللي اتخذ القرار؟ مين الجهه اللي اتخذت القرار في اتحاد الكوره؟ طبيعي ان احنا نعرف يا اما لجنه المسابقات يا لجنة الانضباط. لجنة المسابقات غير موجودة، مفيش عندنا حاجة اسمها لجنة مسابقات، ألغيت باستقالة مازن مرزوق وأصبحت إدارة المسابقات اللي موجودة دلوقتي اللي فيها 2 موظفين، كابتن سيد بخيت والأستاذ ناصر اللي موجودين معاه، ودول موظفين منفذين للتعليمات اللي بتجيلهم من اللجنة. فاحنا كان طبيعي إن اللي تاخد القرار ده لجنة الانضباط. لجنة الانضباط ما خدتش قرار ولا طلع عنها أي حاجة. طلع القرار منين؟ من إدارة المسابقات. لذلك طلع القرار وقررت اداره المسابقات. طب مين اللي قرر في اداره المسابقات ومين اللي اتخذ القرار؟ هل هو الاثنين الموظفين الموجودين هم اللي اتخذوا القرار؟ اعتقد ان ده ما حصلش. يعني طبيعي جدا ان اللي يكون اتخذ القرار هو اللجنه الثلاثيه برئاسه المهندس احمد نجاه اللي خدوا القرار. دي حاجه. الحاجه الثانيه توقيت اتخاذ القرار. من المعتاد والمتعارف عليه والعرف اللي عارفينه كلنا وفي كل لجان المسابقات ان دايما قرارات العقوبات سواء من لجنه الانضباط او لجنه المسابقات بتصدر بعد نهايه الجوله كامله. لكن انت ما بتجيش في نص الجوله في مباراه حصل فيها حاجه بتروح داخل واخد قرار واحد طالع. قرار خاص بمباراه، خاص بلاعب بشكل معين متخذ في المباراه. دعنا يعني خلينا حكايه يعني لازم الجوله تخلص كامله. الجوله تخلص كامله وبعد كده يجي التقارير مباراه الاهلي. طب ما في مباريات ثانيه النهارده، كان في 3 مباريات بيلعبوا النهارده، مولين والاسماعيلي وسيراميكا والجيش وغزل المحله والمقصه. ما دي كلها مباريات وفيها احداث وفيها قرارات وفيها عقوبات وفيها سلبيات وفيها ايجابيات. فانت هل لجنه المسابقات بتعقد كل بعد كل مباراه؟ لا، بتعقد بعد نهايه الجوله. فهذا الكلام غير مظبوط، وده ان هناك حاله من عدم التركيز داخل اللجنه او داخل اتحاد الكره بشكل عام. يعني كان الطبيعي جدا ان يصبر. ثم في حالات قبل كده مشابهه وفي لعيبه ارتكبت مخالفات واقصد بوضوح، وقعت معروفه، وقعت امام عاشور لاعب الزمالك لما ارتكب مخالفه واتخذوا القرار بعدها ب 48 ساعه وهو لاعب في مباراه في النص وخد وسجل هدف حتى في المباراه دي، وقعه معروفه يعني. فتشعر ان هناك استعجال شديد جدا في العقوبه واخذها بشكل كبير جدا. الحاجه الثانيه الثالثه العقوبه الاداريه. يعني احنا ما شفناش الحكم ادى عقوبه اداريه لمحمد الشناوي في الملعب. طبيعي جدا ان اي لاعب بيخطا مع الحكم حتى لو بعد ما صفر وانتهت المباراه يستطيع الحكم ان يوقع عقوبه اداريه اللي هي المتمثله في الانذار او الكارت الاحمر. يعني يقدر يدي كارت احمر بعد ما يصفر هو طالع من الملعب وماشي. حد عمل معاه حركه، حصل بعد مباراه الدوري ان في احد اللاعبين في احد الفرق وهو في الكوريدور بعد المباراه ما انتهت خد كارت احمر. طبيعي، افرض هو قاعد في اوضته وحد اقتحم عليه الاوضه يقدر يديله كارت ويعاقبه ويوقع عليه عقوبه ويكتب تقرير. اللي حصل من الشناوي ده بعد المباراه مباشره، وحصل هذا التواجد بين الشناوي والحكم. الحكم لم يصدر منه اي قرار. هذا دليل على ان الشناوي لم يرتكب جرما فادحا في حق الحكم. يعني الحكم قدره في اللحظه دي ان ده امر عادي جدا بالنسبه له. لا يعني وعلى لسان الحكم كمان، ما بقول لك يعني مهما كان الحكم كمان قال يعني لمصادر موثوق منها تماما، والحكم قال باللفظ محمد الشناوي تناقش معايا بشكل طبيعي وبشكل احترافي وما خرجش كمان عن النص. تمام. فاذا انت لو الشناوي غلط فيك وما اديتوش كارت احمر تبقى حضرتك غلطان. مظبوط. لو ما اديتوش كارت احمر والامور مشيت يبقى ما كانش ينفع تكتب تقرير. اذا ما فيش تقرير المفروض يتكتب لان ما فيش عقوبه اساسا. يعني يعني ما فيش عقوبه اداريه وبالتالي ما اتكتبتش اكيد هذه العقوبه في التقرير لان ما فيش حاجه حصلت. مخالفه واضحه جدا بالنسبه لموضوع الحكم. والحقيقه الكلام ده انا جايبه من ناس خبرات جوه لجنه المسابقات. يعني لهم خبرات سابقه كبيره جدا في لجنه المسابقات يعني في هذا الامر. قال لك عشان اوقع عقوبه لازم هو يكون مديله عقوبه اساسا ويجي يكتب لي تقرير بالعصر. لكن انت طبطبت وخرجت والدنيا تمام وظهرت الامور بالنسبه لك ان ما فيش اي حاجه وما وقعتش عقوبه.